مساكم الله بالخير ونرحب فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الأوسكار. هذا البرنامج اللي يأتيكم كل يوم ثلاث الساعة ثلاث على قناتكم المميزة قناة الـATV. برنامج الأوسكار يهتم ويختص في مباريات المراحل السنية في لعبة كرة القدم في الكويت. يمكن ولا مرة لبست شعار نادي أو لبست تيشيرت نادي، ولأول مرة أظهر اليوم بهذا الشكل في هذا البرنامج لبس نادي برقان، وأعلن أن أنا مدرب نادي برقان فريق الأشبال، هذا الفريق المميز اللي ما خسر إلى الجولة الـ12 في مسابقة الدوري، يعني لعب 11 مباراة لم يتعرض لأي هزيمة، قابل أندية كبيرة مثل الكويت والقادسية وما خسر. أثناء هذه السلسلة من الانتصارات والتعادلات والمستوى المميز، أنا ما قلت أن أنا مدرب نادي برقان ولا أظهرت لهم أمر مميز غير عن باقي الأندية، حالهم حال باقي الأندية في برنامج الأوسكار. لكن اليوم تعرضوا للخسارة الأولى أمام النادي العربي، نادي كبير، ما خسروا من القادسية، ما خسروا من الكويت، لكن تعرضوا لأول خسارة لهم في الموسم أمام النادي العربي. فأطلع وأقول أن نعم، أنا يعني هذا الشيء اللي كنت خاشه طوال الموسم، مدرب فريق نادي برقان الأشبال، أفتخر بهذا الفريق، وهي رسالة لباقي الأندية حبيت أقولها في مقدمة الحلقة. يعني نادي برقان كان يخسر 20-0، 18-0، 12-8-0، كان يخسر بنتائج ثقيلة، كانوا يعايرون نادي برقان أن أنتم شنو هالخسائر اللي تخسرونها. لما تهتم باللاعبين وتعطيهم من وقتك واهتمامك وتؤمن بقدراتهم وتخليهم فريق يؤمن أنه هو يقدر يفوز، تزرع في هذه الثقافة، راح يظهر كما ظهر فريق برقان تحت 15. هذه رسالة للأندية المتضررة اللي يقول أنا ما عندي ملعب، أنا يعني في بعض الأحيان كنا نلعب في ملعب ثير صناعي لأنه ما عندنا ملعب، كنا نأجر ملاعب، والآن ظهر الفريق بهذا الشكل المميز وأصبح من الفرق الأربعة الكبار في مرحلة دوري الأشبال. أشكر متدور ديزاين ومحمل عود كذلك على استمرارهم في رعايتهم لبرنامج الأوسكار، وبداية الحلقة كالعادة مع الأخبار. مثل ما شفت الخبرين اللي بالنسبة لي هما الأهم في هذا الأسبوع، الشيخ أحمد اليوسف الصباح يعني يستمر في دعمه لحفل تكريم المميزين في المباريات المراحل السنية وفي الشهر. قبل شهر ونص تقريبا كرم أفضل لاعب في مرحلة البراعم وفي مرحلة الأشبال والناشئين والشباب وأفضل حارس، تكرم الشيخ أحمد اليوسف 5 لاعبين قدرنا نختارهم كلجنة مع الاستئناس برأي الأخوة مدربين هذه المراحل المتميزين منهم، يعني بالفرق اللي حققت نتائج في المقدمة. شيخ أحمد يوسف مشكورا قال حتى الشهر هذا أنا بكرم، وحتى الشهر الجاي اللي نختم فيه إن شاء الله في رمضان نكرم اللاعبين المتميزين، راح يكون التكريم غدا إن شاء الله وراح نعرضه لكم في الحلقة القادمة. الخبر الأول، وإذا مخرجنا يقدر يحط لي أسماء لاعبين المنتخب، الخبر الأول هو 25 لاعب تم اختيارهم لمنتخب الكويت للشباب، هذا المنتخب المميز منتخب 2003. مثل ما تشوفونهم على الصورة هذا هو الاختيار، بلشوا تدريبات أمس، إن شاء الله مستمرين إلى أن تأتي مشاركتهم المنتظرة في التصفيات. منتخب الكويت الشاب هذا هو يمثل منتخب الكويت للشباب. أنا صراحة سعيد في نقطة، تذكرون لما كنا نقول سعود غاسم سعود غاسم سعود غاسم لاعب نادي القادسية المفروض يختارون المنتخب مواليد 2004؟ الحمد لله يعني مناشدتنا وأداء هذا اللاعب أجبر الجهاز الفني على اختياره ضمن منتخب الكويت للشباب. تكلمنا سبق عن المراقبين المباريات، لازم يتواجدون لازم يتواجدون، تواجدوا كذلك. فالحمد لله أكون سعيد جدا أن يصل هذا الصدى للإخوان المسؤولين ويلتفتون لبعض الملاحظات اللي قد تفيد. فالله يوفقك يا سعود غاسم ويوفق المجموعة كاملة اللي وياك في تمثيل مشرف لمنتخب الكويت للشباب. نروح حق أول تغطياتنا، كانت تغطية دوري البراعم البداية، تأكد دوري البراعم أعطونا إياها. Yeah.
مبروك للسلماوية وهارد لك نادي اليرموك، انتهت المباراة 1-0. أنا صراحة أحب أشيد بفريق نادي السالمية اللي أنا قلت المراحل السنية في نادي السالمية بعد شهر واحد بعد الانتقالات راح تظهر بشكل مميز، في اهتمام، في تسجيل لاعبين جدد كانوا متضررين في السنة ونص اللي ما كان فيها تسجيل بسبب العقوبة من الاتحاد الدولي. فإن شاء الله السلماوية خطوة خطوة راح تكون أمورهم زينة. قد لك لبراعم نادي السالمية وهارد لك لبراعم نادي اليرموك. المباراة الثانية اللي غطيناها كانت لعبة القادسية والنصر، خلونا نشوفها. مبروك لنادي القادسية اللي براعم من نادي القادسية هذا الفوز المهم على فريق جيد، فريق عنيد صراحة، فريق نادي النصر. انتهت المباراة الفوز القادسية 3-0. عندي ملاحظتين على السريع. الملاحظة الأولى سبق وتكلمت وكررتها، مرمى البراعم مو ما يصد فيه جول شي البراعم تحت 13 سنة، مفروض في قياسات مختلفة لو تشوفون أغلب الأهداف بسبب هذه المشكلة. هذه ملاحظة قاعد أكررها الحين، قاعد تشوفون بيرول المباراة وياي. ملاحظة ثانية، ملعب المباراة أرضية الملعب يا جماعة 2022، هذه أرضية ملعب وين بنادي القادسية الحين؟ لو تشوفون بس خلت تبلش الملخص، شوف الأرضية مو صالحة للعب، لا 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 منظر ولا أداء للاعبين داخل الملعب ممكن يدون فيه مثل هذه الأرضية. وشوف الملاحظة الأولى، شوف الجولتي أي شوتة من خط النص ما يقدر يصد جولتي، عمره 12 سنة ما كمل حتى يمكن عمره وعمر بلوغه، مع جولتي عمره 18 سنة على نفس المرمى ما يصير. شوف أرضية الملعب وشوف حجم المرمى، شوف أرضية الملعب، يعني والله ببناء هناك ما أدري شنو قاعد يسوون. فنتمنى من الإخوان في الهيئة العامة للرياضة يعني إيجاد حل لمشكلة ملاعبنا وأرضيات ملاعبنا. ما راح يطلع لك لاعب موهوب ويلعب على صبة وقار ورمل، لازم تكون في أرضيات يعني محترمة تحترم أداء اللاعبين وعلى الأقل ما تعرضهم للإصابات. المباراة الثالثة اللي غطيناها لكم كانت كاظمة والعربي في دوري البراعم. مبروك للعرباوية وهارد لك لنادي كاظمة. خلونا نستعرض باقي نتائج دوري البراعم، شوف شنو صار باقي النتائج. مثل ما تشوفون على الشاشة تكلمنا عن السالمية، تكلمنا عن العربي، برقان والساحل تعادلوا بهدف لهدف. الكويت ما شاء الله تبارك الله مستمر في انتصاراته، مسيطر، صليبيخات غلب تضامن 2-1، وخيطان والفيحيل تعادلوا 1-1. نشوف سريعا كذلك ترتيب دوري البراعم بعد نهاية هذه الجولة. الكويت في الصدارة والعربي والقادسية يعني يلاحقونه. أعتقد هذا الدوري راح ينتهي في مواجهة الكويت والعربي. هذه المواجهة إذا الكويت استطاع الفوز فيها أو التعادل راح يعني يحسم الدوري. إذا العربي يبي الدوري لازم يغلب نادي الكويت في هذه المواجهة المنتظرة، وإن شاء الله نغطيها لكم تغطية خاصة. قبل لا يعني أنتهي من الحديث عن دوري البراعم، كلموني بعض لاعبين نادي القادسية والأخوة الإداريين عن بعض الحالات التحكيمية اللي حصلت في مباراة في الأسبوع الماضي بين القادسية والكويت في دوري تحت 13، وهي كانت ما
مباراة الحسم، الحسم راح يكون بين القادسية والكويت، والقادسية والعربي، والعربي والكويت، يعني هذه الأندية اللي راح تحسم الدوري. فهذه المواجهة الحاسمة اللي انتهت فوز كبير للكويت مبارك لهم 4-0، صار فيها بعض الأحداث التحكيمية ما بتكلم أنا عن مثلا مشاجرة أو ما إلى ذلك، نتمنى أنها ما تتكرر وأتمنى أنها ما نشوفها، لكن بتكلم عن حالات تحكيمية فنية. إذا جاهزة مع الأخوان مع مخرجنا نستعرضها وياكم، الحالات التحكيمية، الحالة هذه شوفوا الحالة هذه، الهدف هذا كانت الكرة قبل لامس اللاعب. شوفوا الحالة هذه الثاني، استغربت الحالة الثانية هذه، يعني مسك الحكم قدامه يقول مش، استغربتها والله. الحالة الثالثة هذه يعني مطالبة بركلة جزاء ما تم احتسابها، كذلك أشوف فيها شك، يعني فيها المشكلة أن الحكم قريب جدا. يعني هذه الحالة احنا نعرف بالتعديل الجديد أن الكرة لما تلمس الحكم المباراة يعني يوقف اللعب، خاصة أن لو ملامستك يا حكم كانت ممكن تروح للفريق الثاني، يعني لو ملامستك ممكن كانت تروح لنادي القادسية. شوف السحب هذا، الحكم قريب يقول له كمل اللعب. والكرة الحالة الثالثة اللي استغربتها اللي هي يعني مطالبة بركلة جزاء قدام حكم المباراة هم واصل اللعب فيها. أتمنى يستمر البرول عشان أتكلم عن الأولى بس للمشاهدين تكون واضحة للمشاهدين إذا تقدر. هذه الحالة يا جماعة اللي لمست الحكم راح تنعاد لكم، اللي لمست الحكم قبل لا تروح للاعب نادي الكويت، هذه لو ملامسته ممكن ياخذها لاعب القادسية، فأنت هني حسب القانون كنت المفروض توقف المباراة وتسوي إسقاط للاعب، جاء منها هدف، يعني أنت حكم المفروض تعرف بالقانون هذا، ما يعني ما نعلمك القانون. على العموم هاردك نادي القادسية ومبروك لنادي الكويت، مو محتاج أخطاء تحكيمية نادي الكويت عشان يغلب، لكن احنا نوضحها عشان نعطي حق اللاعبين ونوضحها ونثقف فيها لاعبين، لأن الكرة إذا لمست الحكم المفروض توقف في أغلب الحالات إلا إذا راحت لنفس اللاعب، ويعني ما كانت كرة فيها منافسة، الكرة هذه كانت يا حكم فيها منافسة، ولو ملامستك كانت ممكن تروح لنادي القادسية، هي راحت لنادي الكويت وقولوا منها، كان المفروض على طول توقف اللعب، لكن إن شاء الله تتعلم أنت من أخطائك يا حكم المباراة، والكل يتعلم من أخطائه. نبي نطوي صفحة دوري البراعم ونروح حق دوري الناشئين ولا الشباب؟ الجاهز نروح حق مباريات دوري الناشئين، خلونا نشوفها. مباراة جميلة ومثيرة بين النصر وبرقان، النصر كان متقدم 3-1، برقان في آخر 5 دقائق قدر يرجع للمباراة ويتعادل 3-3 في دوري الناشئين. خلونا نروح نشوف المباراة الثانية اللي بين الكويت والعربي شنو صار فيها. Yeah.
ما شاء الله تبارك الله عليك يا احمد علاء، مهاجم نادي الكويت فريق الناشئين، حتى في بعض الاحيان قاعد يصعدون لفريق الشباب، مصري الجنسيه من وليد الكويت، مهاجم هداف الله يحفظه ويبارك فيه. انا اقول مبروك لنادي الكويت هذا الفوز المهم، بما انه جاء على حساب النادي العربي، اعتقد ان الكويت حسم المنافسه في دوري الناشئين لصالحه ما شاء الله تبارك الله. المباراه الثالثه اللي غطيناها لكم لعبه الجهره، خلونا نشوفها، نرجع لكم مره ثانيه. مبروك للجهراوية هذا الفوز، وهارد لك لنادي السالمية. المهاجم محمد عودة مهاجم نادي الجهرة ما شاء الله تبارك الله، هو وهاب الشلال اعتقد المهاجم الأسمر، ولك صورة عن باقي اللاعبين متميزين، لكن في كل مباراة هم اللي يسجلون لهذا الفريق. اعتقد ان سكورهم عالي في دوري الناشئين قدر المستطاع. قبل الحلقات الأخيرة على ختام البرنامج راح ان شاء الله احط لكم الهدافين، منو هداف الناشئين، منو هداف البراعم، منو هداف جميع دوريات المراحل السنية. في هذه المباراة حصل على جائزة أفضل لاعب المباراة اللاعب عبد الله السربل من نادي الجهرة، مثل ما تشوفون التكريم يستاهل عبد الله. هذه جائزة برنامج الأوسكار، مبلغ مادي بالإضافة إلى ميدالية الأوسكار، إن شاء الله مستمرين فيها مع الجهراوية. ننتقل سريعا لدوري الشباب، خلونا نشوف أول مباريات. جاهز؟ أوكي، نتائج دوري الناشئين، الكويت 2-0 على العربي، هذه غطيناها، القادسية 3-0 على الصليبيخات، برقان غطيناها، الجهرة كذلك، التضامن 2-1 على الساحل، كاظمة تعادل مع اليرموك، فحيحيل قد لك حقق الفوز على خيطان. ترتيب دوري الناشئين بعد نهاية الجولة 12 نشوف ترتيب دوري الناشئين. مثل ما تكلمت قلت أنا الكويت أعتقد أنه حسم يعني بطولة الدوري لصالحه، باقي لعبتين أقرب للتتويج نادي الكويت. أوكي، ننتقل سريعا لدوري الشباب. صراحة قلت لك لي قلت في تضامن ما شاء الله تبارك الله، كل حلقة يمكن قاعد أشيد فيه عجاج عبد الرحمن الاسم الأول، والله دائما يعني ما أذكره، لكن عجاج قلت أنا تضامن مميز ما شاء الله في كل المباريات. مبروك للنصر
خوش مستوى، هذا يعتبر ديربي بين النصر والتضامن. ثاني المباريات اللي غطيناها في دوري الشباب كانت الكويت والصليبيخات، خلونا نشوفها. مبروك لنادي الكويت هذا الفوز الكبير والمتوقع على نادي الصليبيخات. فريق نادي الكويت للشباب تحت 20 سنة فريق الأحلام صراحة، فريق روعة ما شاء الله تبارك الله بأساسيين واحتياطيين. أتمنى هذا الفريق يتم الاهتمام فيه وإيصال أكبر عدد منهم للفريق الأول، هذه أمنيتي صراحة، لأن المراحل السنية الهدف منها أنك تطلع لعيبة الفريق الأول للمنتخب، أما أنه يتميزون في المراحل السنية ما تشوفهم بالفريق الأول فمو هذا الهدف للمراحل السنية. آخر مباراة في دوري الشباب جماعة السامية والساحل، خلونا نشوفها. أود لك الفريقين الساحل والسالمية على تقديم مباراة جيدة، ونتمنى نشوف لاعبين مميزين صغار للفريق الأول مثل ما قاعد نشوف في بعض الأندية منهم الساحل ومنهم السالمية. نتمنى باقي الأندية طلع لعيبة صغار للفريق الأول. خلينا نشوف باقي نتائج دوري الشباب. الساحل والسالمية تعادلوا، النصر 2-1، الجهرة تعادل، برقان تعادل، العربي 5 على اليرموك، والكويت 7 على صليبيخات، والغادسية فاز بصعوبة على فحيحيل 2-1. نشوف ترتيب دوري الشباب. الكويت هم يعني باقي 3 لعبات، لكن أعتقد أنه راح ينهي الدوري لصالحه نادي الكويت. نقول له ألف مبروك مقدما يعني، وإن شاء الله راح نخصص حلقة على الأقل يعني نبارك فيها للفرق المتوجة بلقب الدوري، سواء دوري البراعم، دوري الأشبال، دوري الناشئين، دوري الكويت. وممكن الكويت يحصل على جميع هذه الدوريات، باقي دوري البراعم يمكن للحين ما نحسم، راح نحسم في المباراة اللي تجمع العربي والكويت. باقي دوريات أنا أعتقد أنها انحسمت لمصلحة نادي الكويت، فإذا حقق الكويت دوري البراعم بعد بيكون جميع الدوريات لمصلحة نادي الكويت، نسوي حلقة خاصة حق نادي الكويت وتحقيقه لبطولات الموسم. أبارك اللاعبين المنتخب اللي يلعبون في دوري الشباب، أغلبهم كانوا لعيبة نادي الكويت اللي تم يعني ما شاء الله تبارك الله
منتخب الكويت الاولمبي استعان فيهم، يعني اصبحوا لعيبه منتخب الاولمبي. هذا امر زين، لعيبه قاعد يلعبون مواليد 2002 و2003 يتم اختيارهم للاولمبي، لكن اتمنى يكونون على يعني قدر من المسؤوليه، واتمنى الفرق الاولى انديتهم تستعين فيهم، يعني هذول اللعيبه وصلوا الاولمبي، ليه متى بيلعبون دوري الشباب تحت 20 سنه؟ اتمنى تهتمون فيهم وتعطونهم فرصه في الفريق الاول. قبل لا اختم هذه الحلقه اذكر ان الشيخ احمد اليوسف الصباح رئيس اتحاد الكويت كره القدم مشكورا للشهر الثاني على التوالي سيقوم بتكريم افضل لاعبي المراحل السنيه، افضل لاعب في دوري البراعم والاشبال والناشئين والشباب، وافضل حارس لهذا الشهر. راح نغطي ان شاء الله هذا الحفل التكريم ونعرض لكم في الحلقه القادمه. نشوفكم ان شاء الله كل يوم ثلاث الساعه 3 على قناتكم الاي تي في.